بسم الله الرحمن الرحيم. معلش هنبدا ابيض واسود لظروف الشاشه. هو موضوع النهارده ان شاء الله موضوع لذيذ وظريف وبسيط، وهو ممكن يتلخص في، انا بالفعل ملخصه لكم في صفحه واحده ان شاء الله، عن البناين بريست ديسوردرز. احنا ممكن نلخصه في 3 كلمات بالظبط، كل كلمه تاخد دقيقه ويبقوا 3 دقايق والموضوع انتهى. لكن عشان احنا نستمتع بيكم وتستمتعوا بينا طبعا ونغلس عليكم شويه، يعني نمد حسب ما انتوا ايه ماشي. بنقول ان البناين بريست ديس اوردرز نقدر نقسمهم الى 3 اقسام، اللي هم موضوع النهارده كله. بناين بريست ديس اوردرز ينقسموا الى 3 اقسام. النوع الاولاني اللي هو نون بروليفريتيف بناين بريست ديس اوردرز. نون بروليفريتيف زي ايه؟ زي السيست، زي الابسس مثلا، دي نون بروليفريتيف. هل فيها ريسك اوف مالجنسي؟ مفيش. الحاجه الثانيه اللي هي البروليفريتيف بريست ديس اوردرز وذاوت اتيبيا، اللي ما فيهاش اتيبيا بس هي ايه؟ بروليفريتيف. هنا بقى الريسك اوف مالجنسي بيعلى شويه، يعني ممكن يوصل الريسك 2 مثلا ولا حاجه، ده ريسك اوف مالجنسي. اللي هي البروليفريتيف بريست ديس اوردرز وذاوت اتيبيا. ثالث حاجه بقى اللي هي البروليفريتيف بريست ديس اوردرز وذ اتيبيا. زي ايه؟ زي الاتيبيكال هايبربليزيا. تمام؟ يبقى دول الثلاث حاجات اللي هنتكلم عليهم النهارده ان شاء الله. زي ما قلنا لو زهقتوا قولوا زهقنا، عشان ايه؟ الموضوع ان شاء الله ما ياخدش وقت. باسم حضرتك الاختصار ده، حاجه مهمه. بناين بريست ديزيز او ديس اوردرز، بناين بريست ديس اوردرز او بناين بريست ديزيز. الحاجات دي ممكن تيجي يا اما بالبابول ليجنز، يا اما ممكن تيجي بايمجنج ابنورماليتيز، يعني الاقي في الماموجرام حاجه كده مغمشه، حاجه دنستي، او ممكن تيجي بسيمتومز بين ديسشارج. تمام؟ ده البرزنتيشن بتاع البناين بريست ديس اوردرز. اول حاجه من الثلاث حاجات الكبار اللي هم النون بروليفريتيف بريست ليجنز، ودول زي ما قلنا نوت اسوشيتد ويز انكريزد ريسك اوف كانسر. يعني الابسس ملهاش علاقه بالكانسر خالص، السيست ملهاش علاقه بالكانسر خالص. دي التقسيمه الكبيره بتاعتهم، وان شاء الله انا جايبها لكم في الورق اللي معايا، تقسيمه كبيره قوي للنون بروليفريتيف بريست ليجنز. بس عشان ايه ما نضيعش وقتكم، نبدا باول واحده كده. شايفين المنظر؟ هنا حاجه لا ما هو نستخدم الماوس اهو. ده الايه؟ ده الماموجرام، وده الالترا ساوند. واضح المنظر ده ايه؟ الالترا ساوند سيست. بريست سيست اهي، الوول اهي، والفلويد كونتنت اللي جوه باين ان هو حاجه اسمها ان ايكويك. ان ايكويك يعني اسود، مش واخد ايه، مش مدي ايكوجينيك شادو يعني. فلما اشوف المنظر ده، البريست سيست، سواء في الماموجرام بتبان حاجه طبعا بناين ويل ديفايند مش عارف ايه وبتاع، دي اللي هي البريست سيست. اللي بنقول ان البريست سيست في حوالي 40% من الستات اللي بيعملوا ماموجرافي لاي سبب هلاقي عندهم بريست سيست. فما تخضش بقى اما الاقي حوالي 40% من الستات اللي بيعملوا ماموجرافي الاقي عندهم بريست سيست. مش كل ما الاقي واحده عندها بريست سيست اخش اشيلها مثلا ولا اعمل حاجه. ممكن تبقى ماكرو او مايكرو، سنجل او مالتيبل، كلاسترز، بينلس، بينفول، هلاقي على كل الايه الاشكال والانواع. طيب البين مع السيست، ممكن واحده ست بتجي لي العياده بتشتكي من بريست بين، واعمل لها الاشعه الاقي مالتي سيستك ديزيز، مايكرو او ماكرو زي ما اتفقنا، كلاسترز ولا مش عارف، ولا سنجل او كده، وتكون السيست دي ريليتد لهذا البين. او الاوقع بقى ان يحصل اكيوت انلارجمنت للسيست، يعني السيست يحصل لها مثلا هيموريدج جوه السيست، او كومبليكيشن جوه السيست، انفكشن جوه السيست، هنا يعمل لي اكيوت بين اسوشيتد مع الايه؟ مع السيست دي. طبعا كلنا في الجراحه حافظين السيستك بارادوكس. السيستك بارادوكس ان السيست، الست جايه لي عندها هارد ماس في البريست بس ويل ديفاين وسموث بوردر وفيري هارد، واعمل الترا ساوند الاقيها سيست. ليه؟ لانها بتبقى تنس سيست. يبقى بنقول ان السيست في البريست مش بنحسها فلكتوانت بقى، لا بنحسها ايه؟ هارد. وفي الثيرويد كذلك. وبالتالي تشخيص البريست سيست حاجه من الاثنين، يا دب السرير ده واطلع الفلويد،
يعمل قبلها الافضل طبعا ان انا اعمل ايه الالترا ساوند. وعشان كده بنشجع جدا الالترا ساوند فور سيرجنز. المفروض الجراح يبقى تريند جراح، يبقى تريند جنبه السوبرفيشال بروب الترا ساوند سوبرفيشال بروب. كان نفسنا طبعا زملائنا بتوع الباثولوجي دكتوره معانا باثولوجي ها فارماسي زملائنا بتوع الراديولوجي هم مختصين اكتر بالحاجات المور سوفيستيكيت، لكن احنا بالنسبه لنا فور الترا ساوند فور سيرجن جهاز بدائي جدا لو سوبرفيشال بروب بس عشان يوريني المنظر ان كانت سوليد او سيستيك بس مش عايز معلومات اكتر من كده. طيب شايفين المنظر ده يا دكاتره؟ شايفين المنظر ده؟ المنظر ده بتاع السيمبل سيست، ده اول نوع من السيست. اول نوع من السيست يعني ايه سيمبل سيست؟ يعني ثين وول مفيش فيها سبته، مفيش فيها فاسكولاريتي، كومبليت فلويد مفيش فيها اي سوليد بارتس، الفلويد اللي جواها كلير، يبقى دي اسمها ايه؟ سيمبل سيست. طيب نخلص من السيمبل سيست. النوع الثاني ده سيست لكن الفلويد اللي جواها اخباره ايه؟ مش كلير، في ايه؟ ديبريز، يعني في عكاره في الفلويد اللي جوه. يبقى ده النوع الثاني من السيست اللي اسمها كومبليكيتد سيست. كومبليكيتد سيست ان بدا يحصل انفكشن في الكونتنت اللي جوه، ودي لايكلي انها تبقى ايه؟ بينفول. النوع الاخير من السيست وده اهم واحده عندنا بقى واللي بنقلق منها، سيست بالمنظر ده يا دكاتره وجواها ايه؟ حته سوليد كومبوننت، حته سوليد كومبوننت. ولو تلاحظوا دي الابره هنا بناخد منها جايدد ايه؟ نيدل بايوبسي، دي بنسميها كومبلكس سيست. يبقى نيجي عند كومبلكس سيست دي ولازم نحذر تماما. كومبلكس سيست دي ممكن يبقى فيها سسبيشن اوف مالجنسي، ما ينفعش ان انا اقف اتفرج عليها، لازم اشوف الحته السوليد دي اخد منها بايوبسي باي طريقه. يبقى دلوقتي سيمبل سيست، كومبليكيتد سيست، وكومبلكس سيست. خطوره الكومبلكس سيست شايفين الليسته الطويله العريضه دي، ممكن الريسك اوف مالجنسي من 1 لغايه 23% ريسك ان يكون فيها مالجنسي. حسب ايه؟ كل ما هيبقى فيها واحد من دول اخاف ان المساله تبقى فيها مور ريسك اوف مالجنسي. فيك وول، فيك سبته، ميكسد سيستك وسوليد، فيها لوبيوليشن، كالسيفيكيشن، هايبر ايكوجينيستي، انكريز فاسكولاريتي. كل ما الاقي حاجه من الحاجات دي، بلادي كونتنت طبعا الحاجات اللي احنا حافظينها بقى، كل ما الاقي حاجه من الحاجات دي كل ما الريسك اوف مالجنسي يزيد عندي. طيب اتعامل طبعا ازاي افرق السيست؟ افرقها من الابسس، افرقها من حاجه اسمها جالاكتوسيل، كولويد سيست، حاجات زي كده. ازاي اتعامل معاها؟ حاجه مهمه قوي. بنقول طيب السيمبل سيست، السؤال الشهير جدا، اعمل لها اسبيريشن ولا اسيبها؟ كتير جدا بتقول الست عندي كستي سيست ومش محتاجه الاسبيريشن، مش لازم اسحبها. امتى اسحب بقى السيست دي؟ امتى اعمل اسبيريشن؟ بنقول اسبيريشن لو عامله لها مشاكل، عامله لها الم، يعني السيست دي مسببه لها الم اسحبها. احنا كنا زمان ساعات نقول بالسايز، اقل من 4 سم، اكتر من 4 سم، اقل من 5 سم، اكتر من كذا. بنقول لو هي عامله حاجه من اتنين، يا اما مسببه لها الام السيست دي، يا اما مسببه لها ديستورشن لا انا عارف اعمل اكزامينيشن ولا عارف اعمل ماموجرافي اشوف ما تحت السيست، فمسببه لها اوبسكيورنج للتيشو اللي تحتها. يبقى حاجه من اتنين، يا اما مسببه لها الم او عامله اوبسكيورنج للتيشو اللي تحتها مصعبه عليا ان انا اعمل ماموجرام او الترا ساوند فور سكريننج. يبقى هنا هعمل لها ايه؟ اسبيريشن. وبعد شهرين بعد ما بعمل سيمبل اسبيريشن، بعد شهرين بعمل الترا ساوند ما حصلهاش ريفيلينج، ما مالتش تاني، يبقى هعمل لها انيوال سكريننج كل سنه. خلوا بالكم من انيوال وهاف انيوال، هنا كل سنه هعمل لها سكريننج كل سنه. طيب رجعت عملت ريفيلينج اعمل ايه؟ اسحبها تاني. طب عملت ريفيلينج ايوه، بس بنقول بقى ان الاكسجين بعد 3 مرات اسبيريشن، ادي لها فرصه 3 مرات اسبيريشن. زي ايه مشهور عندنا في البريست كونسيرفنج سيرجري؟ انا ما الجاش للماستكتومي وانا بعمل بريست كونسيرفنج سيرجري الا بعد 3 محاولات فاشله ان انا احصل على سيفتي مارجن. كل مره يطلع انفلتريتد مارجن لازم اعمل 3 محاولات، بعد الثيرد وتبقى ثيرد فيل اتمت تو اوبتين نيجاتيف مارجن لازم اعمل ماستكتومي.
هنا لازم اعمل مصدر. تمام؟ فهنا برضو بعمل الريفيلنج، اعمل ري اسبيريشن لغايه 3 مرات. لو ريفيلنج بعد الثلاث مرات لازم اشيل السيست دي. وحاجه ظريفه قوي، الناس هنا بيعملوا حاجه اسمها نيوماتوجرافي، يعني ممكن يحقن هواء جوه السيست ويصورها بالشكل ده عشان يتاكد ان مفيش فيها ايه سوليد بارت. دي حاجه يعني زياده شويه. الكومبليكيتد سيست تفرق عن السيمبل سيست فرق بسيط قوي برضو. هي كومبليكيتد سيست بنعتبرها سيمبل سيست بس حصل فيها كومبليكيشن. بنقول لو البيشنت ده كومبلاينت بعمل له فولو اب، هي كومبليكيتد سيست بعمل له فولو اب بعد شهرين ولا حاجه، ان لقيتها ستيبل زي ما هي ممكن اعمل حاجه اسمها ايه هاف انوال الترا ساوند، يعني كل 6 اشهر اعمل له الترا ساوند اطمن انها ستيبل. ولو حصل انكريز في السايز هعملها زي الكومبلكس سيست، او البيشنت مش كومبلاينت هعملها زي الكومبلكس سيست. الكومبلكس سيست بعمل فيها ايه؟ طبعا في الاماكن مش هقول بقى المحترمه، الاماكن يعني سبيشاليز سنترز لازم اخد بايوبسي كور بايوبسي من السوليد بارت ده. شايفين يا دكاتره دي صوره الابره وهي داخله في السوليد بارت، يبقى هو الترا ساوند جايدد بايوبسي من السوليد بارت ده لازم اخد منه بايوبسي اندر فيجن. والبايوبسي ده فيري اكيوريت اللي هو الكور بايوبسي، لو طلع ان هو بيناين هعمل لها هاف انيوال سكريننج برضه، هاف انيوال سكريننج بالالترا ساوند. ولو طلع طبعا مالجنانت اكوردنج بقى حسب ايه هذا المالجنانت. الكلام ده لو انا اقدر اعمل الكلام ده، طب تكنيكالي ديفيكالت، تكنيكالي ديفيكالت يبقى برضه دكتور الاشعه يعمل لي واير لوكاليزيشن للحته السوليد دي والجراح يخش يشيل القصه دي. تكنيكالي ديفيكالت كمان مش عارفين نعمل واير لوكاليزيشن، يبقى سيادتك هتشيل بقى السيست كلها ونعمل فروزن، يبقى نشيل السيست ونعمل فروزن. زي ما انت شايفين ده الواير اهو، ها ده الواير اهو. طبعا دلوقتي التكنولوجي هي التطور اللي في الطب كله، حاجه اسمها ستيريو تاكتيك جايدد بايوبسي. الست بتنام على جهاز البريست، ينزل من هذا الجهاز يتحوط البريست وبتخش بالجايدنس كده على الليجن بالظبط، اكيوريت لوكاليزيشن للليجن والابره بتخش. هنشوفها كمان شويه اللي هو الستيريو تاكتيك مانجمنت. طبعا طلعت برضو مالجنت مهاشيل اكوردنج يعني للمالجنس. طبعا ده منظر الجلاكتوسيل، واحده ست بترضع هيحصل ميلك ريتينشن سيست. جلاكتوسيل جلاكتوسيل لو هي سمول اعمل لها اسبيريشن، لو هي كبيره هضطر اعمل لها ايه اكسجن. دي اللي هي الجلاكتوسيل. طيب يبقى احنا اول حاجه في الحاجات البناين اللي ما فيش فيها سسبيشن اوف مالجنسي الايه بريست سيست. تاني حاجه اسم زملائنا بتوع الباثولوجي لو كانوا يعني حضروا معانا، حاجه اسمها بابيلري او ابو كراين تشينج. بابيلري ابو كراين تشينج بيحصل بابيلي ويحصل فيها ابو كراين تشينجز، بتدي ايزينوفيليك سيتوبلازم. المهم الخلاصه لو انا خدت بايوبسي من اي ليجن انا شايفه في البريست وقال لي بابيلري ابو كراين تشينج اعرف ان هو من الكاتيجوري دي. ما تخضش من الاسم ده، يعني يمكن احنا نقول الكلام ده عشان لما اشوف بتاع الباثولوجي بعت لي كلمه بابيلري ابو كراين تشينج اعرف ان انا بتكلم في الايه كاتيجوري اللي هي نون بروليفريت. نون بروليفريت نفس الكلام الابيثيليال ريليتد كالسيفيكيشنز برضه، لو لقيت بتاع الباثولوجي بيقول لي ابيثيليال ريليتد كالسيفيكيشن والترم ده وايدلي اكسبتد اسمها ابيثيليال ريليتد كالسيفيكيشنز، دي برضه بناين ما بتقلبش مالجنان. ما اشوف الاسم ده ما اخافش وما ما 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 قلقش. ده منظر دي دكت بتاع البريست وجواها ابيثيليال بروليفريشن، تبقى اسمها ايه؟ لا ده ضغط بتزي يعني ضغط البهوة بتوسع، انما بروليفريشن الابيثيليوم اللي جوه الضغط اسمه ايه؟ ضغط هايبر بليزيا. ضغط هايبر بليزيا. ضغط هايبر بليزيا ثلاث انواع. في المايلد هايبر بليزيا اللي هي زي دي صفين الى اربعه. وفي السيفير هايبر بليزيا او بيسموها الفلوريد هايبر بليزيا اللي هي من اربعه لثمانيه. هنا الريسك بدا يحصل ريسك. انما ده ايه؟ نو ريسك. يبقى لما يقول لي مايلد ابيثيليال هايبر بليزيا او هايبر بليزيا اوف سيمبل فورم اللي هي المايلد هايبر بليزيا اللي هي صفين لاربعه بس، ها ولا عايزه كيمو بريفنشن ولا عايزه حتى اكسجن، يعني الليجن نفسه طالما الكور بايوبسي خدته منه كور بايوبسي وقال لي المايلد ده اهو مش محتاج اكسجن. مهم قوي مش محتاج اكسجن. مايلد ابيثيليال هايبر بليزيا اللي بيسموها ايه يا دكاتره؟ ايبيثيليوزس.
يبقى الابيثيليوزس مش لازم اعمل له اكسجين، مش لازم اعمل له اكسجين. دي اسمها مايلد ابيثيليال هايبر بليزيا. وطبعا الجدول ده اظن معظمنا عارفه، السلايد المايلد ابيثيليال هايبر بليزيا مفيش فيها ريسك اوف مالينسي، انما الفلوريد ابيثيليال هايبر بليزيا الريسك هنا بقى 2، الاتيبيكال هايبر بليزيا الريسك بقى 5 بالذات لو هي بري منوموزال ومفيش فاميلي هيستوري. لو هي بوست منوموزال وفي بوست فاميلي هيستوري الريسك مع الاتيبيكال هايبر بليزيا بقى 10، زيها زي الكارسينوما ان سايتو سواء دكتال او لوبيلار. يعني اللعبه الدكاتره دلوقتي زي ما الدكتوره هبه كانت بتقول لنا دلوقتي، اللعبه ان الجراح مش لوحده. انتوا لو تلاحظوا التيم بتاع الاشعه شغال معانا والتيم بتاع الباثولوجي شغال معانا. التيم بتاع الباثولوجي بعت لي قال لي مايلد ابيثيليال هايبربليزيا، يعني بيديني رساله يا جراح ما تشيلش، مش مهم، يمكن فولو اب. قال لي لا فلوريد ابيثيليال هايبربليزيا او دخلنا في اتيبيكال هايبربليزيا هنعرف كمان شويه دقايق ان احنا لازم اشيل بقى، هنا لازم اشيل، ان دلوقتي احنا داخلين في حته خطره شويه، بالذات لو هي فلوريد هايبربليزيا او بيسموها سيفير داكتال هايبربليزيا او سيفير ابيثيليوزيس. يعني لو دخلنا في اتيبيكال هايبربليزيا يبقى احنا بنتكلم على الاقل في ريسك 5، لو هي بوست منوبوزال وفي بوست فاميلي هيستوري بيبقى دبل ذا ريسك. هو ال 5 وال 10 دي معناها ايه؟ يعني 5 تايمز مور سسبتبل فور بريست كانسر ذان نورمال بوبوليشن. زي الست اللي هي شالت بريست البريست الثاني 10 تايمز ريسك راذر ذان نورمال بوبوليشن. طيب عشان برضو ما اضيعش وقتكم، عشان نخلينا لايت برضو، لو لقيت الترم ده بيقول لي هامرتوما، طيب معلش يا دكاتره الهامرتوما في البريست تفرق ايه عن الفايبروما عن الهيمانجيوما عن اللايبوما عن الفايبرو ادينوما؟ حد يقدر يجاوبني على السؤال ده؟ احنا قلنا لو بتوع الباثولوجي كانوا معانا وقت كانوا عارفوا يعني يتكوا علينا شويه. هامرتوما يعني معلش ايه الهامرتوما فرقها عن الفايبروما عن اللايبوما؟ عن هي كلمه هامرتوما معناها ان هو تيشو مختلف ايه في المكان، تمام كده الريسك يزيد اكتر. يعني لو دي ما فيهاش ريسك اوف مالجنسي خالص، يعني احنا بنتكلم في الحته اللي ما فيهاش ريسك اوف مالجنسي خالص، ده بالعكس. الهامرتوما واحنا ايام الدكتور البديه الله يرحمه دكتور خالد زلطه في الباثولوجي كان يقول لك هامرتوما جروس بيقعد يكبر 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 ويجي في مرحله كده يقف، سلام عليكم، ويقف مع نفسه كده، وتعمل له اشعه بعد 5 6 سنين تلاقي كالسيفايد هامرتوما ولا منه اي مشكله خالص. نشوف كده الهامرتوما بيسموها ايه؟ فايبرو ادينولايبوما، هي ميكس تيشوز زي فايبرو ادينوما بس فيها لايبوميتس اليمنت، لايبو فايبرو ادينوما او ادينولايبوما، المهم ان موجود فايبرس تيشو مع لايبوميتس تيشو او ادينوميتس تيشو مع لايبوميتس تيشو. فلما نلاقي الترم ده زملائنا بتوع الباثولوجي هيقول لك هامرتوما، اول ما تسمع هامرتوما اشور البيشنت احنا دلوقتي في السيف سايت، احنا كده كل ده فين؟ في السيف سايت. ومش لازم اشيل الليجن برضه، اللي بقول لكم عليها دي ريكومنديشنز المفروض هي 2014، وانس دايجنوزد باي كور بايوبسي نو نيد فور اكسجين. لايبوما لايبوما الفات نكروزس، طبعا عارفين كلنا تروماتيك فات نكروزس، يعني هامرتوما لايبوما تروماتيك فات نكروزس، حاجه اسمها ساركويدوزس اللي هو ساركويد نوديول، ها الاقي فيها ساركويد بودز وحاجات زي كده، برضه زملائنا في الباثولوجي كان ممكن يفيدونا اكتر يعني. لكن لو لقيت ساركويدوزس في البريست ولا حاجه ولا لا خالص. طيب دلوقتي ده ليجن اهو عامل كده زي الفلويد تيومر او الفايبرو ادينوما او حاجه زي كده، مطلعينه من البريست ويل ديفاين، ويل ديفاين يبقى بيناين ويل ديفاين، شايفين قد ايه مكبر البريست، شايفين قد ايه في الام ار اي. جينا الزملاء بتوع الباثولوجي قطعوه لقوه عباره عن فايبرس تيشو ومعاها فاسكولار سبيسز، فاسكولار سبيسز زي انجيومتاس تيشو كده، زي انجيومتاس تيشو. ليجن غريب واسمه اسم غريب برضه الاخر اسمه باش، باش اسمه سودو انجيومتاس سترومال هايبر بليزيا. يعني هي المشكله كلها في الاستروما، حاجه شبه الفايبرو ادينوما كده، حاجه في الاستروما، ولكن ايه الملفت للنظر فيها؟ سودو انجيومتاس، يعني زي ما يكون فيها انجيوما، فيها فاسكولار ايه؟ مال فورميشنز. اما اشوف الباش دي طبعا
واحده بالبريست بالحجم ده كبير بالشكل ده هضطر اشيلها، لكن هي ملهاش علاقه بالمالجنسي خالص، وعشان كده مش هنطول في الكلام عليه خالص. هنيجي للتايبس اوف كرونيك ماستايتس. تايبس اوف كرونيك ماستايتس احنا كلنا عارفين الكرونيك سبيسيفيك ماستايتس وكرونيك نون سبيسيفيك ماستايتس، زي مثلا كرونيك ابسس وزي كمان داكتكتيزيا، ها، وفي حاجه اسمها بريداكتال ماستايتس، ماشي. كل دول ما قلقش منهم خالص. التي بي ممكن يعمل لي ساينس افتكره مالينانسي او ما شابه. طبعا زي ما انتم عارفين الدياجنوستس بتاع التي بي ان انا اطلع اسيد فاست بس اللايف. مهم قوي، مهم قوي يا دكاتره، ان انا لما الاقي فيه ساينسز والاقي هارد ماس وعامله نيبل ريتراكشن وعامله مش عارف ايه وفيها بوكتس اوف باس، ها، مهم قوي يا دكاتره ان انا ادور على ايه، ادور فيها على اسيد فاست بس اللايف. مهم ان انا ادور فيها على فانجاي، ممكن تكون اكتينومايكوزيس، يبقى ادور على اسيد فاست باسيلاي، ادور على فانجاي، ها، زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى التي بي، شايفين التي بي ممكن يبان منظر يلخبطني، ده ممكن يكون مالجنانس وجرانيولوما وحاجه شبه المالجنانس، ادور على اكتينومايكوزيس، سيفيلس، حاجات هيرمنسك، حاجات فايرال. في حاجات بقى نون انفكشوس ماستايتس زي بوست راديشن ماستايتس، الموندورز ديزيز، عارفين الموندورز ديزيز اللي هو بيبقى ثرومبوفليبايتس في لاترال ثوراسيك فين، او ماستايتس جوه مالجنانسي، او حاجات سكين ديزيز بقى، يعني مش هنضيع وقتنا في الكلام ده كله. طبعا شايفين المنظر ده، النيبل ديشارجنج باس ده مع داكتكتيزيا، داكتكتيزيا ممكن تعمل لي ماس وتعمل لي نيبل ريتراكشن. وفي نوع اسمه بيريداكتال ماستايتس، بيريداكتال ماستايتس، احنا عندنا داكتكتيزيا، معروف ايه هي الداكتكتيزيا، في حاجه اسمها بيريداكتال ماستايتس يعني انفلاميشن، انفلاميشن في اراوند ريترنال داكتس، ممكن يعمل لي بيريداكتال ابسس ويعمل لي بيريداكتال فيستولا. كل الحاجات دي ممكن تتلخبط مع المالجنسي وتو بي ديفرنشيت. هنيجي لحاجه مهمه قوي اللي هو الايديوباثيك جرانيولوميتس ماستايتس، بنشوفه كتير في شغلنا ومطلع عيننا ومستيكن فور مالجنسي، وبرده لازم اكسكلود اسيد فاست باسيلاي انه يطلع تبي. يعني انا ده ممكن يخف بالانتيبيوتيك، لكن لو اندرلاين تبي يبقى لازم ادي الانتيبيوتيك دراجز، يبقى لازم اخد منه كور بايوبسي واعمل اسيد فاست باسيلاي ستيننج للي يطلع من الايديوباثيك جرانيولوميتس ماستايتس ده. وهم بيشكوا ان هو حاجه اوتو اميون وكلاسيك زي المالجنسي، بس بلاقي فيه بوكتس اوف باس. التريتمنت بتاعته اسينشالي ان انا انتيبيوتيك، ولو في بوكتس اوف باس اسحب الباس ده. كانوا بيقولوا ان انا استخدم الاسترويدز والميثوتريكسيت، تمام، لكن بنقول الاسترويدز والميثوتريكسيت لما بيحصلهم استرول ممكن يحصل ريباوند جامد جدا. السيرجيكال اكسيجن از ريزيرفد زي كرونيك ابسس بالظبط للحالات اللي هي مش مستجيبه للايه؟ للتريتمنت. احنا بدانا نبقى ايه؟ في ضغط كده. في ماس في البريست او في اي مشكله. عملت بيولوجي وبايبسي الجرانيولوميتس ماستايتس مشلوش؟ ماشي. الشيء ده اخر حاجه قال لي جرانيولوميتس ماستايتس لو في بوكتس اوف باس اسحبها، ولازم ابدا ترايل اوف انتي بايوتيك على الاقل فور ويكس. فور ويكس يعني او 1 مانث ترايل اوف انتي بايوتيك اكزهوست الانتي بايوتيك ريزيستنت زي كرونيك ابس. هنشيل بقى بعد دكتور اشرف قابلناها كتير، البيشنت اصلا نفسه ما بقاش مقتنع، مش كومبلاينت مع يعني مثلا نقول له انت ناشور البيشنت، تقول له انت هتمشي على تريتمنت فتره، هو مقتنع ان عنده حاجه ومحتاج يشيلها، ده تفرق معانا في الديسيجن ولا لا؟ ما هو بص، في المشكله ان انت بقى انت تقنع العيان. يعني انا دايما بقول للعيان ايه، ده كرونيك انفلاميشن هياخد وقت على ما يخف، هو طبعا مستني بعد اسبوع ان العمليه تريزولف، تمام. فانت لما تفهمه ان دي حاجه كرونيك هتاخد وقت، وبدل ما نفتح ونعمل عمليه طبعا هو هيختار ما يفتحش ويعمل عمليه. احنا كان في عندنا عيانه بجرانيولوميتس ماستايتس جت في عياده الجراحه مثلا في اسبوع 3 مرات عشان حد يقول لها نشيل. لا ما هو عشان ايه؟ عشان هي انكشس، يبقى انت ما قدرتش تحتوي المريضه، ما هو انت لازم تفهمها دي كومبليتلي بيناين. وخلي بالك الدياجنوزيس يا جماعه لازم باي كور بايوبسي، لازم اخد كور بايوبسي تو اكسكلود مالجنسي. انت هتوريها الكور بايوبسي ده طالع جرانيولوميتس ماستايتس، يبقى التريتمنت هتاخد وقت، لازم افهمها. يعني حضرتك شفت حالات جرانيولوميتس ماستايتس؟ اه طبعا. استجابت عمليه التريت ما محتاجتش جراحه؟ على الاقل، على الاقل يعني لما بيحصل ريجريشن يبقى في هوب انها تريزولف. طيب المنظر ده برضو مش واضح لان الصوره مش واضحه قوي، لكن انتوا ملاحظين يا دكاتره ايه ده؟ ايه الازرق ده؟
لينفوسيتيك انفلتريشن، اكسسيف لينفوسيتيك انفلتريشن بوست اكسسيف فايبروزيس، ده نوع من الماستايتس اسمه لينفوسيتيك ماستايتس. لينفوسيتيك ماستايتس كده يا دكاتره. الاسم الثاني له هو لينفوسيتيك ماستايتس او لينفوسيتيك ماستوباسي. الاسم الثاني له دايابيتيك ماستوباسي، ان انا الاقي ماس اخد منها برضو كور بايوبسي، كور بايوبسي زي ده اهو، يطلع لي المنظر ده اهو، تمام، يطلع لي المنظر ده اهو في حد دايابيتيك بالذات تايب 1 دايابيتس، ها، والاقي الزميل بتاع الباثولوجي يقول لي ايه ده ليمفوسيتيك ماستايتس او ليمفوسيتيك ماستوباسي، ببقى عارف ان عنده دايابيتيك. في الليمفوسيتيك ماستايتس ده برضو نفس الكلام، مش محتاج سيرجري اكسجين، هل هو اوتوميون هل هو ايه. التلت الثاني بقى اللي هو البناين بروليفراتيف بريست ديزيز، لكن من غير اتيبيا، مفيش معاه اتيبيا، ودول برضو مش كتير، دول الريسك بتاعهم ممكن يوصل 2 تايمز ريسك. زي ايه؟ زي الحاجات دي هنشوفها برضو دلوقتي. هنا دخلنا بقى الدكتور هايبربليزيا اللي هي السيفير تايب او الفلوريد تايب اللي هي من 4 ل 8 رول، وحاجه اسمها انترادكتور بابيلوما كلنا عارفينها اللي هي بتعمل بليدنج بيرنيبل، بتعمل بليدنج بيرنيبل، وحاجتين مهمين قوي اسمهم سكليروزنج ادينوزس وريديال سكار، والسيمبل فايبر ادينوما والكومبلكس فايبر ادينوما. السيمبل فايبر ادينوما العاديه اللي احنا عارفينها ده الريسك بتاعها قليل برضو مش كتير، لكن الكومبلكس فايبر ادينوما الريسك بيزيد شويه. دول بقى فيهم حاجه مهمه قوي، هم بروليفراتيف بس ما فيهمش اتيبيا، ومع ذلك وي ريكومند سيرجيكال اكسيشن. يعني لو انا خدت كور بايوبسي وقال لي ان هو واحد من دول وي ريكومند سيرجيكال اكسيشن، لان بيقولوا ان فيه هنا ريسك من 7 ل 17% اوف كو اكزيستنج مالجنسي. المشكله مش فيها هي او ان احنا نقول ان هي بري مالجنت، لكن في ريسك من 7 ل 17% اوف كو اكزيستنج مالجنسي، يعني بعد ما اشيل الليجن كله على بعضه الاقي في 7 ل 17% اسوشيتد يا اما كارسينوما ان سايتو يا اما انفيسيف كارسينوما جوه الليجنز دي. عشان كده لما بتاع الباثولوجي يقول الليجنز الثانيه احنا عرفنا نعمل فيها ايه، بتاع الباثولوجي يقول لي واحد من دول يبقى انا متبرمج على ان ده هيتشال انديكيتد فور اكسجين. وبالتالي طالما المسج دي وصلت، شايفين بقى الفلوريد ابيثيليال هايبربليزيا الضغط تقريبا كلها ايه مبليه، يعني صفوف كتيره جدا من الابيثيليال هايبربليزيا دي اللي هي الفلوريد ابيثيليال هايبربليزيا. الانترادكتر بابيلوما غالبا احنا ما بنشخصهاش الا بتعمل نيبل ديشارج، وفي الغالب بيبقى بلادي نيبل ديشارج، وبالتالي ما بيحصل بلادي نيبل ديشارج بتبقى ممهدين ان في ضغط بابيلوما. وطبعا الدايجنوزس ببساطه ان احنا الاول نعمل سيتولوجي للديشارج ده، وبنعمل ماموجرافي كامل وجميع انواع الماموجرافي اب تو ام ار اي ماموجرافي، كانوا زمان بيحقنوا ضيف الضغط اسمها جالاكتوجرافي، دلوقتي بيدخلوا ضغطوسكوب من الضغط. المهم اشخص الضغط بابيلوما دي باي طريقه. في منها نوعين، النوع السوليتري ده اخطر، والنوع اللي هو الديفيوز بابيلوماتوزس اقل خطوره. تخيلوا بقى السوليتري بابيلوما لوحدها اخطر من الديفيوز بابيلوماتوزس اللي هي وجود خمسه او اكثر في السيم كوادرانت بابيلوماس. فالسوليتري بابيلوما معاها 15% ريسك انها تبقى مالجنانت، وبالتالي لما اشوف بابيلوما لو سمحتوا ما نسيبهاش. اي ضغط بابيلوما سوليتري ما سيبهاش، لازم اشيلها، وهنشوف برضو ممكن تشال ازاي. لقوا ان لما يكون السوليتري بابيلوما دي معاها اتيبيا، يعني شلت البابيلوما وقال لي ان فيها اتيبيا، تخيلوا بقى هنا الريسك وصل قرب ال 40% ريسك. يعني كمان زي ما اتفقنا قلنا احنا تيم مع بعض، فبتاع الباثولوجي البابيلوما انا اشيلها له وهو يحللها يقول لي دي بابيلوما ويز اتيبيا ولا وزاوت اتيبيا، لازم يقول لي المعلومه دي. الاكسجين بتاع البابيلوما طبعا العيانه ممكن ما تتقبلش ان انا اعمل اكسجين للضغط اللي احنا بنسميه مايكرو دوكيكتومي او مايكرو لوبيلو دوكيكتومي، اشيل اللوبيول كله، او مايكرو دوكيكتومي اشيل الضغط يعني، بس ممكن العيانه ما تتقبلش، فانا عندي اوبشنز ثانيه اشيل بيها، ده طبعا اللي هو الاوبن. عندي طريقه ظريفه قوي اللي هي المابوتوم. المابوتوم هو عباره عن العيانه برضو بتنام تحت الجهاز الاستيريوداكتيك، والمابوتوم ده بيخش يقورها زي ما قورت الكوسه، بيقوم شددها لي كده على سواء كور واحد او اكتر من كور. ودلوقتي في ماشين تانية اسمها اي بي اي
هنشوف الكلام ده كله او عن طريق الدكتوسكوب لو اقدر اشيلها لو هي سبور. هو الفاكيوم اسبيريشن بايبسي هو المامتوم ولا ده حاجه؟ الفاكيوم هو المامتوم. هنشوف الكلام ده كله، هنشوف الكلام ده كله ان شاء الله. ده اللي هو الاستيريوتاكتيك جايدنس، ان العينه بتنام بالشكل ده والبريست ينزل ينزل منها من هنا كده، والماشين هي اللي بتحرك الايه الاله. هنشوف دلوقتي الكلام ده. ده الدكتوغرافي، ده الدكتوغرافي، وهنا فيلنج ديفكت اللي هي البتاع دي ممكن تبان في السونار. ده طبعا الباثولوجي بيحللها. الدكتوسكوب، جهاز الدكتوسكوب هو دكتوسكوب حاجه رفيعه خالص، دي البليدنج بوينت اهي اللي هي الضغط اللي هخش فيها. بعملها الاول بروبنج بالبروب كده، وبعدين اعملها دايلاتيشن وادخل الدكتوسكوب. يقدر يوريني دي الضغط اهي، دي النورمال ضغط. يقدر ده بايفوركيشن الضغط، يعني بيوريني الدنيا شكلها ايه. هنا لو في ليجن جوه الضغط ممكن اعمل له، لو في ليجن جوه الضغط اعمل له واير ماركينج، اعلمه بواير واخش اشيل بعد كده. ده بعد الشياله ممكن الاقي كارسينوما ان سايتو تبان. هنا الشياله ازاي؟ بفتح سمول انسيجن سيركم ايريولار انسيجن، والضغط ممكن احقن فيها ميثيليوم بلو او حاجه تبين لي الضغط، وبشيل يا دوبك على قد الضغط دي وابعتها تتحلل عند بتاع الباثولوجي زي ما اتفقنا. يبقى اللي فاتت دي اللي هي ضغط بابلوما. الليجن ده تلاحظوا في الماموجرام حاجه مرعبه، حاجه تخوف يعني. ديفيوز مليانه مايكرو كالسيفيكيشن، حاجه فيري سسبيشس. لكن لما بعتناه للباثولوجي قال لي ان مجرد حاجه شبه الادينوزس كده، فعشان كده سموها سكليروزنج ادينوزس. ايه ادينوزس؟ بس فيها سكليروزس وفايبروزس ممكن تقلب كالسيفيكيشن. المهم عندي اي ليجن سواء كالسيفيكيشن او ليجن وخدت منه كور بايوبسي قال سكليروزنج ادينوزس، لازم اشيله عشان الكو اكزيستنج مالتنس اللي احنا قلنا عليه. اللي شبهه بالظبط حاجه، حتى هم بتوع الاشعه عاملين لها تخيل كده بيسموها الريديال سكار. الريديال سكار هو برضه ساعات يبان في الليجن حاجه زي المالتنس كده بالظبط. بتاع الباثولوجي يقول لي ده ريديال سكار، هو برضه دينس فايبروزس ودينس ادينوزس. دينس فايبروزس دينس ادينوزس زي السكليروزنج ادينوزس بالظبط، بس بيبقى واخد شكل الراديشن كده، عشان كده سموه رينيال سكار. هو كومبلكس سكليروزس. دول حاجات خطيره جدا يا دكاتره، فيها ريسك اوف كو اكزيستنج مالجنسي، لازم تتشال هنا، لازم تتشال. الفايبرو ادينوما بتاعتنا طبعا الحاجه اللي هي الويل ديفايند اللي احنا كلنا عارفينها. الريليتيف ريسك بتاع الفايبرو ادينوما بيبقى 2، لكن لو هي كومبلكس ممكن توصل 3. بيقول كومبلكس بايه؟ طيب الاول نشوف الاول برضو الفايبرو ادينوما. كتير جدا بتشوف بنات صغيرين وشابات صغيرين عندها فايبرو ادينوما، اشيل ولا لا؟ هنا بقى احنا كنا بنقول السيست اعمل اسبيريشن ولا لا، الفايبرو ادينوما اشيل ولا لا؟ اقرب ان احنا نقول لا ما تشيلش. هل كل فايبرو ادينوما ما تشيلش؟ لا، احنا بنقول كلاسيك فايبرو ادينوما لو هي صغيره سمول ما تشيلش. طب ليه ما تشيلش؟ طب ما اشيل، ايه المشكله؟ يبقى بنقول يا دكاتره ان الاكسيشن بتاع الفايبرو ادينوما السيمبل العاديه بالذات لو هي سمول صغيره ما هيش حاجه يعني كبيره قوي، بنقول نوت ريكومندد. يو ماست اشور بس البيشنت احنا نعمل فولو اب، بالذات لو هي سنتي 2 سنتي، بالذات لو هما مالتيبل، جاست فولو اب، جاست فولو اب، لان الاكسيشن هنا بيبوظ البريست اركتكشر. يجي نعمل بعد كده راديولوجي عاكس بتاع راديولوجي هو بيعمل سكريننج. طب امتى اشيل؟ لو هي سيمتوماتيك خلاص، فايبر ادينوما طالعه وقبل بره كده وعامله بين وعامله مشاكل، خلاص سيمتوماتيك شيل. او وورد بيشنت، احنا فاهمين وورد بيشنت بس يا رب يكون ما هيش وورد بسببك انت. او رابد انكريس في السايز عشان نخاف لا تكون مش فايبر ادينوما بقى تكون في اللويد تيومر. ده طريقه البايوبسي من الفايبر ادينوما، انه بيبقى جايدد كور بايوبسي. احنا اتفقنا فايبر ادينوما هاخد منها جايدد كور بايوبسي زي ما اتفقنا. قال لي انه فايبر ادينوما مش هشيل، امتى اشيل؟ الكلام اللي احنا قلنا عليه. حاجه ثانيه، بعض الستات اللي هم ريفايند تقول لك طب انا قريت على النت ان بيتعمل كرايو ابليشن، يعني الفايبر ادينوما دي انا عايز اعملها بالكرايو ابليشن، اعملها لي بالتبريد. بالتبريد ايه الموضوع؟ بالتبريد ان انا بحط فيها الجروب بتاع التبريد، يعمل لها ايس بول، يعمل لي كوره كده من التلج اهي ايس بول، وبيقولوا بعد فيو ويكس الفايبر ادينوما دي بتختفي خالص، بيحصل ديسنتجريشن وتختفي الفايبر ادينوما بس بالتبريد. لكن العمليه دي ناجحه في حوالي 75% من الفايبر ادينوماز بس،
ولقوا انها مش مستحبه لان بتعمل طبعا بين وكيموزس ومشاكل العيانه بتشتكي من سيفير بين وممكن يقعد البين ده اسابيع فمش ريكومندد. طب ايه اللي شغال دلوقتي قوي اللي هو الفاكيوم زي ما الدكتور شادي بيقول لنا عليه المابوتوم. المابوتوم بياخدها على شكل بيسز والاله الجديده اللي اسمها البليس بريست ليجن اكسيجن سيستم هو عباره عن سلوك كده بتطلع راديو فريكوانسي تكوي حوالين الليجن تفصله وتاخده وهي طالعه بتكوي كمان التراك عشان ما يحصلش ايه بليدنج. ده البليس اللي هو الاكسجين سيستم في ليجن اهو انا بخش عليه من بره بعمل سكين انسيجن بوصل لغايه الليجن بيخش عند الليجن يفتح الباسكت بتاعه الراديو فريكوانسي يطلع الراديو فريكوانسي ويف هي لوحدها بتفصل الليجن ويقوم واخد الليجن جوه الباسكت وطالع وطول ما هو طالع بيكوي التراك وهو طالع مفيش نقطه بليدنج الموضوع من نص سنتي والعيانه نايمه زي ما انتم شايفين اهو العيانه نايمه على جهاز الستيبي تاكتيك الليجن اهو في الماموجرام الليجن مش عارف هو ده ولا لا اعتقد هو ده وطبعا هو ينفع از بايوبسي يعني لو عندي مايكرو كالسيفيكيشن مش عارف اخد منها بايوبسي او كده يا دكتوره بتاسس طبعا بالمايكرو بالماموجرافي يعني هو ينفع فور اكسيجن للسمول ليجن اللي هو البناين وينفع از بايوبسي بالذات لو في كالسيفيكيشن الست نايمه على جهاز الستيروتاكتيك البريست بس يا دوبك هو اللي نازل بتعمل له فيكسيشن هو هنا هيبدا بيعقم علشان يخش بال بيحقن اللوكال انستيزيا الاول هما بيعملوا له فيكسيشن بعد كده بيحقن اللوكال انستيزيا بيحقن اللوكال انستيزيا وبعدين بيفتح البشره سنب يعني نص سنتي بالظبط او سنتي بالكثير ووصل البليس يعني احجام كبيره اعتقد ممكن لغايه ليجن 3 سم جيم بيخش بالايه بالاله بتاعت البليس وده ليجن طلع بره اهو وهو طالع بيكوي التراك بتاعه فطبعا ده ماتش بيتر يعني ده كانسل ستيريوداكتيك ودايما هما بيقولوا ايه بيقولوا ليجن انت شفته في الالترا ساوند خدوا الترا ساوند جايدد شفته في الماموجراف خدوا ماموجرافيك جايدد شفته في الام ار اي خدوا ام ار اي جايدد يعني حسب ما انت ايه شفته يعني. طبعا هنا بقى اللي الدكتور شادي بيسال عليه اللي هي بنسميها جاينت فايبر ادينوما لا جاينت فايبر ادينوما لازم نشيلها ليه؟ نخاف انها تكون فيها فيلويد المنت 10 سم اللي هي تيبيكال فوق 10 سم تيبيكال فوق 10 سم الفلويد تيومر هو مور سيلولار ستروما مور سيلولاريتي في الاستروما وفي ميتوتيك اكتيفيتي موجوده في السيلز ده بنسميه فلويد تيومر طبعا سموه فلويد عشان البريست بيبقى شبه ورقه الشجر البريست بيبقى مدلل كده شبه ورقه الشجر سموه ده كلمه فلويد جايه من ورقه الشجر ثلاث انواع في البيناين فلويد تيومر بس البيناين فلويد تيومر اتز لوكالي مالجنت وفي البوردر لاين وفي الفرانك مالجنت في اللوك يومر اللي بيعمل معامله الايه ساركوما الكومبلكس فايبر ادينوما اللي هي معاها حاجه من الحاجات دي يا اما ابيثيليال كالسيفيكيشن باميلاري ابوكران ميتوبليزيا سكلوزنج ادينوزس او معاها سيست اكتر من 3 سم بنقول ان الكومبلكس فايبر ادينوما برضو دي من الحاجات اللي هي تو بي اكسايز احنا بنتكلم على العيان اللي نعمله اشورنس اللي هي سيمبل فايبر ادينوما انما كومبلكس فايبر ادينوما جاينت فايبر ادينوما كل ده يفضل ان هو يتشال. الجوفينايل فايبر ادينوما برضه ده نوع من الفايبر ادينوما. جوفينايل فايبر ادينوما بيجي في سن صغير من 10 ل 18 سنه ممكن يوصل من 5 ل 20 سم وبيبقى فيها هاي سيلولاريتي شويه برضه الجوفينايل فايبر ادينوما بالاوصاف دي يفضل انها تو بي اكسايز. جوفينايل فايبر ادينوما يفضل انها تو بي اكسايز. المنظر ده برضه لو معانا زملائنا بتوع الباثولوجي دي مفيش فيها دي ادينوما بس مفيش فيها فايبروما خالص دي كلاسيك بريست ادينوما طبعا البيور ادينوما في البريست رير
احنا المور كومن هي الفايبرو ادينوما. ولكن المشهور من الادينوما مين؟ ها؟ ايه المشهور من الادينوما في البريست اللي نشوف كتير؟ المشهور في الادينوما في البريست بيور ادينوما مش فايبرو ادينوما. اسمها ايه؟ تحصل واحده ايه؟ الجلاكتوسي ال جلاكتوسي لا لاكتيتنج ادينوما. لاكتيتنج ادينوما تحصل واحده لاكتيتنج. البريست ادينوما في منها نوع بيور وفي منها لاكتيتنج ادينوما بيجي في اثناء اللاكتيشن. ادينوما عاديه خالص ولكن تو بي اكسايزد. طيب نيجي بقى للاتيشن ولوبيلر وفي داكتال ولوبيلر مع بعض. لما تكون لوبيلر الريسك اكتر من الداكتال الاثنين مع بعض 6 و8. المهم انها ريسك في جميع الاحوال. وقلنا الفاميلي هيستوري برضو بيزود المشكله. في حاجه مش مهم نعرفها قوي بس لو بتاع الباثولوجي قال لك حاجه اسمها فلات ايبيثيليال هايبربليزيا. فلات ايبيثيليال هايبربليزيا هي هتعامل معامله الفلات ايبيثيليال هايبربليزيا. فلات ايبيثيليال هايبربليزيا هتعامل معامله الاتيبيكال داكتال هايبربليزيا. وبنقول حاجه مهمه قوي تاني ان الريسك اوف كو اكزيستنج مالينانسي هنا هيزيد الى 30%. ممكن يوصل ل 30%. احنا كنا قلنا في البروليفرات العادي من 7 ل 17 وما عشان كده الناس دي بيقولوا اوه